للأسف الشديد سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة 12 حالة وفاة رحمهم الله جميعا، ليرتفع إجمالي الحالات الوفيات إجمالي حالات الوفيات المسجلة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 461 حالة وفاة. هذه الحالات المتوفاة سجلت بكل من الدار البيضاء 5 حالات، 4 حالات بفاس، وحالة وفاة بكل من الرباط، طنجة ومراكش. سجلت ولله الحمد والشكر 995 حالة تعافي تام من المرض، ليصبح إجمالي حالات الشفاء المسجلة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت هو 21548 حالة تعافي من المرض، أي بمعدل تقريبا 70%.